أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حاجة محافظة ديالى إلى المزيد من التخصيصات المالية للنهوض بواقعها في شتى المجالات. وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي مع محافظ ديالى وعدد من نواب المحافظة إن البرلمان سيسعى إلى زيادة التخصيصات المالية للمحافظة خلال السنة المقبلة، مضيفا أن هنالك مشاريع متلكئة بقطاع الصحة وقطاعات أخرى، وأنه سيتم سحب المشاريع من الشركات المتلكئة. ديالى تحتاج إلى اهتمام مركزي واضح، تحتاج إلى زيادة لتخصيصات هذه المحافظة. كان هنالك دور للحكومة ودور أيضا لمجلس النواب من خلال الموازنات السابقة بزيادة تخصيصات المحافظة، ولكن لا تكفي. حجم الضرر موجود في المحافظة، المحافظة متباعدة الأطراف، محافظة حدودية، محافظة تعتبر بوابة للعراق، بوابة حدودية للعراق، ويحتاج إلى اهتمام بمفاصل كثيرة منها على مستوى البنى التحتية، على مستوى المدارس، على مستوى القطاع الصحي، أيضا عرضة المشاكل التي تواجه القطاع الصحي. هنالك مستشفى متلكئ منذ عام 2009، أيضا المشاكل التي تواجه خطة المحافظة بتوفير التخصيصات اللازمة لتطوير القطاع الصحي. لا يمكن أن تبقى هذه المحافظة تعمل بمستشفيات من عام 70 ومن عام 80، فيحتاج إلى أن يكون هنالك رؤية واضحة، رؤية نيابية حكومية لتوفير التخصيص اللازم، وهذا ما تم التأكيد عليه مع السيد المحافظ والكادر المتقدم بالمحافظة. ستكون ديالى من أولوياتنا خلال المرحلة القادمة، وخلال السنة القادمة ننتظر ورود جداول الموازنة الجديدة، وسيتم التداول أيضا مع السلطة التنفيذية لإيلاء هذه المحافظة أهمية قصوى وأهمية كبيرة وإعطائها مساحة أكثر ما يتعلق بالتخصيصات. ناقشنا أيضا قطاعات أخرى، أكو مشاريع متلكئة مثل ما ذكرت في قطاع الصحة، وأيضا في مشاريع وزارة الإسكان والبلديات. سنأخذ دورنا بمتابعة هذه الملفات ومعالجة المعوقات التي تواجه إنجاز هذه المشاريع. إن شاء الله ستكون الأيام القادمة لمحافظة ديالى أكثر تطورا على المستوى الأمني وعلى المستوى الخدمي وعلى المستوى الاجتماعي.